السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديدة عن الوضع في تونس. طبعا اللي تابعوا في هذه الفيديوهات عن الوضع في تونس أكيد تابعوا مهزلة الاستفتاء. طبعا أنا قلت قدش من مرة إن تحت نظام ديمقراطي نسبة التزوير تكون ما أكثرش من 20%، لأن هناك كثير من المراقبين والمنافسة اللي تمنع التزوير، بينما تحت نظام ديكتاتوري نسبة التزوير تكون دائما أكثر من 80%. وإحنا شفنا وتبعنا شنو حصل في تونس، يعني في الحقيقة مهزلة بأتم معنى للكلمة. قال لك 95% نعم و 5% لا، وقال لك نسبة المشاركة في الأشخاص اللي حق لهم المشاركة في الاستفتاء وصلت ل 30%، أي تقريبا 2,600,000 شخص. ولم نشاهد ولا تجمع ولا صورة ولا إعلام ولا حتى شيء. هذه مسألة واضحة. طبعا أنا مانيش باش نحكي على تزوير الاستفتاء لأنه كان متوقع من الأول، يعني ماهيش حاجة جديدة. كما قلت ونعاود نقول، الأمر واضح، قيس سعيد معروفة العقلية بتاعه، وقيس سعيد واضح في تصرفاته. إذن مرور الدستور وتزوير الاستفتاء كان أمرا طبيعيا ومعناتها متوقع من طرف الجميع. والآن ترقبنا حدوث هذا الاستفتاء لكي نؤكد أن تونس دخلت في مرحلة الديكتاتورية الفعلية. طبعا أنا قلت قدش من مرة أن راه الدستور بحد ذاته ما عنده حتى قيمة، لأن يمكن يكون دستور إنساني ودستور كما نقولوا احنا يدافع على حقوق الناس ولكن لا يطبق، كما يمكن أن يكون دستور في فصول غير إنسانية أو حتى أغلبه غير إنساني، ولكن يعني التطبيق يكون إنساني. مثلا دستور 59 بعد ما يسمى الاستقلال، معناتها تونس من الاستعمار العسكري الفرنسي. بورقيبة التوجه اللي توجهه تقريبا مخالف في كثير من جوانبه للدستور، يعني الفصل الأول يقول تونس عربية إسلامية، دولة عربية إسلامية، ولكن توجه بورقيبة كان توجه وطني، يعني هذا أمر واضح وبين. والقفزة اللي عملتها تونس هي في بداية عهد بورقيبة، الوضع تدهور في آخر حياة بورقيبة. طبعا هذا الفيديو باش يكون آخر فيديو حول الوضع في تونس، لأن هذه المرحلة انتهت وسوف تبدأ مرحلة جديدة. وهنا فما عدة مشاكل وعدة أشياء يجب أن ننتبه إليها. احنا توا عرفنا وتأكدنا أن نسبة الأشخاص اللي أيدوا قيس سعيد لا تتجاوز 5%، نجم نقولوا 500,000 شخص، هو تقريبا نفس النسبة اللي شاركوا في الاستشارة القانونية. هذه مسألة واضحة. 500,000 شخص هذوما ما همش كلهم أنصار قيس سعيد،
نسبة كبيرة منهم أشخاص يأيدوا قيس سعيد معناتها شماتة في النهضة وشماتة في الوضع السياسي اللي وصلت له تونس. نجم نقولوا أكثر فهمت من 60% من الأشخاص اللي أيدوا قيس سعيد ما حاشتهم إلا تغيير معناتها كيما نقولوا احنا الساحة السياسية، ليس حبا فهمت في قيس سعيد وإنما كره في كل الأحزاب السياسية وبما فيهم النهضة. هذه نقطة مهمة جدا، ولكن هؤلاء لا يعلمون أن المشكلة ليس في النهضة كحزب بحد ذاته، ولا المشكلة في راشد الغنوشي بحد ذاته، يعني في الوضع الحالي نفسه، فهمت؟ المشكلة في العقلية اللي كانت النهضة تدعو إليها، وهو ما يسمى معناتها الإسلام السياسي. ولكن شفنا بكل وضوح أن راشد الغنوشي، وأنا قلتها ونعاود نقولها، لا يهمه في الإسلام ولا في المسلمين. من المفروض النهضة تكون أول المؤيدين لقيس سعيد، لأن حقا هم اللي ما كانوش يحلموا به. ولكن طبعا راشد الغنوشي بالذات، يعني المشكلة بتاعه مش الإسلام، المشكلة بتاعه الحكم، هذه هي المشكلة بتاعه الأساسية. ولهذا يعني عارض قيس سعيد ولم يقبل بما حدث في تونس، وليس حبا أيضا لا في الديمقراطية ولا في الحرية، وإنما في صمته. يعني هذه مسألة واضحة وما يحتاجش نزيدوا نفصلوا فيها، هذه من ناحية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه الآن، لو نسبة اللي مأيدين قيس سعيد نسبة قليلة كما شفناها رغم التزوير اللي وقع للاستفتاء، يعني 70% ما شاركوش، وهذوما 70% طبعا نسبة لا بأس بها، هم من المقاطعين من النهضة والأحزاب واليسار وغيرهم، يعني كما نقولوا احنا الأسرة السياسية التونسية بكل أنواعها وبكل الطوائف نتاعها، سواء الدستوريين اللي هما زاد نسبة لا بأس بها، أو الإسلاميين، أو من متحالف مع هؤلاء أو متحالف مع هؤلاء. إذن عملية مقاطعة الاستفتاء كانت ناجحة بنسبة كبيرة جدا، هذه مسألة واضحة. معناتها هنا لازمنا نفهم هذه النقطة، كما أن ما يسمى اللي تكلمنا عليها الطبقة الصامتة لم تتحرك، الطبقة الصامتة لم تذهب لتأييد قيس سعيد، وهذا دليل أنها غير مقتنعة باللي يقول فيه، ومقتنعة أن اللي قالوا الكل لا يمكن أن يطبقوا في تونس. يعني هذه 70% معناتها هما المقاطعين والطبقة الصامتة اللي تكلمنا عليها، والمقاطعين هما زوز، ما يسمى المحافظين والتقدميين والوسطيين. أما بالنسبة اللي شاركوا في الاستفتاء على حسب لجنة مراقبة الاستفتاء واللي يمثلوا معناتها 30%، 5% قالوا لا، فهمت؟ يعني هنا زاد يأكد لنا على أن المقاطعة كانت جدا قوية من طرف
كل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية اللي معناتها تعد باش ما نقولش بالمئات، أقل شيء يعني 50 ولا 100 جمعية كبيرة معناتها قاطعت الانتخابات، وهذه قوة اجتماعية وقوة سياسية، يعني هذا معناتها أمر واضح. أما كما قلت 95% اللي صوتوا بنعم، نجم نقولوا 50% 60% كرها في الوضع السياسي. أما البقية فهمت، يعني البقية متاع اللي قالوا نعم، إما ما يسمى بالمغفلين والجاهلين، وعند ما نقول الجاهلين ليس يعني جهل أمية، لا، يعني يا إما جهل بالسياسة يا إما ما يعرفش شنو قاعد يعمل، يعني قالوا له تبع أكاها، وإحنا شفناهم معناتها المكاتب كانت فارغة وأغلبهم رجال ونساء كبار في السن، يعني حضور الشباب كان شبه مفقود في هذا الاستفتاء، يعني وهذه مسألة مهمة. إذا شكون الـ40% هذو اللي صوتوا بنعم، معناتها غير الحاقدين والغير راضين وشماتة في النهضة والعائلة السياسية، هؤلاء نسبة كبيرة منهم فهمت يعني عندهم أمل، يعني ناس عاطفيين، ناس يعني أغبياء، ناس يعني عندهم محدودية في التفكير، يتصوروا اللي بالكلام يمكن أن نحقق الآمال. إذا وقت نحيو هذوما نجم نقول ونتأكدوا أن نسبة اللي مع قيس سعيد الحقيقية لا تتجاوز 5%. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لقيس سعيد أن يفعل ما يفعل بنسبة 5% اللي يسميهم هو فهمت الشعب يريد؟ هنا الشعب يريد لازمها تتصحح وتولي 5% يريد، على خاطر هذوما 5% لو معناتها نشوفوا في الحقيقة هذوما 5% اللي يحمل منهم فكر قيس سعيد هو قيس سعيد وحده والجماعة اللي حوله اللي أعطاهم مناصب واللي توا قاعد يخدم بيهم سواء في الداخل أو في الخارج. هذه نقطة معناتها مهمة جدا لازمنا نعرفها. أما البقية يا أما كما قلت مغفلين وعندهم آمال إنه يحق لهم آمالهم ومش باش يحق لهم آمال، على خاطر يعني الكلام اللي يقول فيه والدستور اللي حطه دستور لا يمكن تطبيقه في المجتمع التونسي في الشعب التونسي، هذه معناتها مسألة واضحة والكل يعرفها، يعني الناس الواعين بالسياسة سواء في الخارج سواء في الداخل. إذا السؤال الذي يطرح، بماذا متقوي قيس سعيد؟ احنا متأكدين إلا قيس سعيد عايش في أحلامه، ولكن أكيد هناك من داعمه. شكون اللي داعمه حسب رأيكم؟ اللي داعمه هما أعداء الحرية وأعداء الديمقراطية، ومانيش نتكلم على الغرب، الغرب خليه على شعر، وإنما أتكلم على الدول والحكومات اللي موجودة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أنتم تعرفوا أن الانتفاضة التونسية يعني هي آخر معقل للتجربة متاع الحرية والديمقراطية، ونجاحها شنو يعني؟ يعني انتقال العدوى إلى دول أخرى، وأقرب دولة يمكن أن تنتقل إليها العدوى هي الجزائر، وأنتم تعرفوا الجزائر صحيح هي معناتها تعتبر نفسها ضمن الحلف
الشرقي، الروسي، الإيراني، السوري، يعني الشق الدكتاتوري بأتم معنى الكلمة. ولكن في نفس الوقت هي قريبة للغرب، قريبة لفرنسا، والجيش اللي يحكم في الجزائر اللي معناتها مستولي على كل ثروات الجزائر لقمع الشعب وتجهيله ويخليه يعيش نوع من التخلف الفكري والذهني، مساعدوش تقوم دولة ديمقراطية وإن كانت رديئة في حدوده. هذا معناتها الجيش أو هذه السلطة اللي موجودة في الجزائر لا تسمح ولن تسمح نجاح الديمقراطية في تونس. هذه مسألة واضحة، يعني دعم الجزائر لتونس ودعم الجزائر كحكومة، ما نتكلمش على شعب، لقيس سعيد ليس حبا فيه وإنما للحفاظ على دكتاتوريتها. وطبعا هذا سوف لن ينجح أبدا، لأن الشعب التونسي ماهوش الشعب الجزائري، ولأن إمكانيات الدولة التونسية لا يمكن لها أن تقمع الشعب التونسي، خاصة بعد ما عاش 10 سنوات من الحرية والديمقراطية وإن كانت رديئة. هذا لازم يعرفوه اللي في الجزائر ويتأكدوا منه، وإن الوضع في تونس ماهوش باش يتواصل على الذي هو عليه، إلا في حالة واحدة، أن تونس كما قلت لكم تصبح ولاية جزائرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا طبعا لا يسمح به المجتمع الدولي ولا يسمح به أحد. يعني نجم نقول أن قيس سعيد يستمد قوته من الجزائر، يعني وهذه تعتبر يعني تدخل سافر وشنيع في تونس واستقلاليتها. يعني قيس سعيد مستعد يبيع تونس من أجل أن يحقق أحلامه الخيالية. يعني احنا بعد 10 سنين نلقاو نفس الجزائر في مستوى الوعي، طبعا هذا مستحيل وغير ممكن. اذا شكون يدعم اخر في قيس سعيد؟ لان مستحيل يعمل هذا الكل ويواصل 5%، مستحيل. الطرف الثاني اللي يدعم في قيس سعيد هي ما تسمى الدولة العميقة، والدولة العميقة معناتها مش رجال الأعمال وغيرهم واللوبيات وكلهم، ولكن أيضا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. ولكن هنا دعم هذه الدولة العميقة لقيس سعيد ليس حبا في قيس سعيد، وإنما تريد أن تغير المشهد السياسي في تونس. وهذه الدولة العميقة هي القوة الحقيقية التي تملك زمام الأمور، وهي اللي تقرر متى إزاحة قيس سعيد، وليس الدولة الجزائرية. لأن قلت لكم مهما عملت الدولة الجزائرية ومهما عمل الجيش الجزائري لا يمكن ولن يمكن أن يسيطر على تونس، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. إذا نحن قلنا أن قيس سعيد هو مجرد دمية، إنسان غبي، إنسان حالم، إنسان يعيش في القرون الوسطى،
إنسان غير مطلع على اللي يحدث في العالم، إنسان ما يعرفش حتى معنى السياسة، وفوق هذاك الكل إنسان غدار وكذاب وساقط. احنا شفنا هذا بكل وضوح، ما فماش واحد يقترب منه ويكون عنده شخصية حتى 1%، ما يتقربش عليه. الأشخاص اللي حوله هم أشخاص ليس لهم أي شخصية، السمع والطاعة، هذه مسألة واضحة. إذن هنا السؤال، الصراع الموجود الآن في تونس بين ما يسمى قوى المعارضة بكل أنواعها، المحافظة والتقدمية، بعد أن قاطعت الانتخابات على أساس أن قيس سعيد قام بانقلاب وأن الاستفتاء أو الانتخابات الاستفتاء يعني غير شرعي، هل سوف تشارك في البرنامج الانتخابي؟ موعد معناتها قيس سعيد أن بعد الموافقة على الاستفتاء سوف يكون هناك انتخابات، هل سوف تشارك؟ لأن هنا عدم مشاركتها يعني اللي عمله قيس سعيد الكل يطيح في المال، وقيس سعيد يقعد في السلطة، ولو شاركت هنا تخالف مبادئها الأولية اللي استعملتها في عملية الاستبداد. إذن تونس الآن عايشة في مأزق سياسي كبير، ولا ندري متى تخرج منه. هنا القرار يعود للدولة العميقة، عندما تنتهي من قيس سعيد سوف يتم إزاحته، هذا سيناريو. كيفاش إزاحته؟ يا أما فهمت يستقيل، يا أما ينتحر وهذا مستبعد، يا أما الانقلاب عليه وعزله. يعني هذه مسألة واضحة، ولكن قيس سعيد رغم غبائه ورغم معناتها عدم معرفته بالساحة السياسية الفعلية فهو محضر روحه. هذاك علاش قاعد ينظف في السفارات في الخارج، وقاعد ينظف في الداخل، وينظف في الجيش، وينظف في الأمنيين، لكي يكون له سلطة أمنية بوليسية عسكرية حقيقية. وكل يوم يمر وقيس سعيد يصبح أقوى وأقوى وأقوى، سواء بالدعم الجزائري، سواء بالاستيلاء على كل مرافق الدولة، وخاصة عندما باش يقوم بما يسمى بالمجلس الموازي للبرلمان، أو ما يسمى باللجان الشعبية على الطريقة القذافية. إذن سوف يحاول أن يصل إلى معناتها المجتمع في كل مكان، وهذه مشكلة كبيرة. لهذا معناتها سقوط قيس سعيد يجب أن لا يتجاوز سنة. طبعا الأمور الآن غير واضحة 100%، ولكن سوف تتضح، والموقف سوف يكون واضح عندما يضع البرنامج الانتخابي، وهنا سوف نرى ماذا سوف تفعل ما يسمى بالأحزاب السياسية التي قاطعت الاستفتاء. هنا موجودين في معناتها كما نقولوا احنا مأزق كبير، لأنه لو يطبقوا أو يشاركوا في الانتخابات سواء البرلمانية سواء الرئاسية أو غيرها، فهم يعترفون بالمنقلب ويخالفوا مبادئهم اللي قالوها وعملوها، ما بني على باطل فهو باطل، فلا نشارك في الاستفتاء. يا إما
حالة ثانية أن هذه المعارضة يعني تبقى مقاطعة الأكثر شيء ممكن حتى قيس سعيد يستقيل أو معناتها يتم إقالته، يعني يحدث أزمة سياسية في المجتمع، لأن تونس ما عادش عندها الحق لا في القروض، ما عندهاش الحق في المساعدات، ما عندها الحق في حد شيء. ونعلم إحنا تونس ما عندهاش موارد طبيعية كبيرة مثل الجزائر أو مثل ليبيا. هذا السؤال اللي نترقبوه معناتها في الأشهر القادمة، وهذا هو المهم. أما بالنسبة لي أنا شخصيا كفرد، قطعت الاستفتاء وسوف أقاطع كل ما يصدر من قيس سعيد ودستوره وحكومته، لأني أعتبر هذه الحكومة وهذا الرئيس لا يمثل تونس ومعهم الدستور، ولا أعترف به كليا. عندما يسقط قيس سعيد بأي طريقة كانت، وقتها معناته يمكن أن يكون حديث آخر. طبعا هذا رأيي الشخصي الذي أطبقه على نفسي فقط. أما الأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها، هذا ما سوف نشاهده يعني في الأشهر القادمة، لأن اللي يقع في تونس في الحقيقة يعتبر مهزلة حقيقية بأتم معنى الكلمة، مثل اللي حصل في مصر ولكن بطريقة أذكى وبطريقة أفضل نوعا ما من اللي وقع في مصر. الهدف هو قتل التجربة الديمقراطية وقتل التجربة معناتها متاع الحرية، لكي يثبتون لأنفسهم وللشعوب وللعالم إن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط غير مستعدة للديمقراطية وغير مستعدة للحرية، إذن يجب أن تحكمها حكومات دكتاتورية مثل في المغرب، أو حكومات عسكرية مثل في الجزائر ومصر وهكذا. هذا معناتها عملية إهباط للشعوب وللرأي العام معناتها العالمي وللدول في الخارج. هذا هو الهدف من هذه العملية. آخر معقل للحرية والديمقراطية تم إسقاطه. وهذا صدقوني أنا وتتبعت الاستفتاء وتتبعت معناتها كل اللي حدث في تونس يعني الأشهر الأخيرة، في الحقيقة أستبشر خيرا، وأعتبر أن معناتها هذه آخر نكبة تعيشها تونس، وسوف تنطلق في انطلاقة جديدة. ولا أقول أن معناتها قيس سعيد سوف ينجح فيما يقوم به، أنا متأكد والعالم أجمع متأكد، هذه مسألة واضحة. إنسان تشوفه رامي روحه من الطبق المياه وتقول يمكن يمنع، مستحيل. دستوره وأفكاره وكلامه وتصرفاته كلها تدل على أنه لن ينجح. يعني نجمه باش نكونوا واضحين، نسبة النجاح تقريبا 20%. هذا لو تواصل الدعم الجزائري وتواصل دعم الدولة العميقة بما فيهم أهم شيء، فهمت، نقابة العمال، فهي تعتبر ضمن الدولة العميقة. إذن كل أحلام قيس سعيد سوف لن تحقق. حكاية يعني المحاسبة وحكاية استرجاع الفلوس كلها كلام فارغ. راهو معناتها النهضة ماهيش حمار، وراشد الغنوشي ماهوش حمار، حاشا طبعا الحمير، ما نحبش نجبد الحمير، يعني ماهوش غبي. يعني في السياسة الأموال معناتها عندها
معناتها طريقة خاصة في التعامل. السياسيين في تعاملهم مع الأموال ليس كتعامل أي شخص آخر، كما أن القتل ممنوع ولكن في الحروب مسموح. ولهذا معناتها السياسي له نوع من هامش الحرية في جمع الأموال لكي يكون له دعم جماهيري، وهذا طبيعي في كل الديمقراطيات في العالم، في أمريكا، في أوروبا، في كلها. يعني ما يتم محاكمة السياسي على مسألة اختلاس نقود إلا لما تكون الأمر واضح وبين وخارج على قوانين اللعبة. هذه مسألة واضحة، واللي أكثر الناس مع الأسف يعني نجم نقوله على حسب الإحصائيات يعني متاع لجنة مراقبة الانتخابات، أن 50% من الشعب التونسي ما عندوش وعي سياسي، وأن 20% من الشعب التونسي يعتبر أمي، يعني لا يعرف لا يقرأ لا يكتب، ما هوش فاهم شنو الدستور. وهذه تعتبر يعني نسبة قليلة بالنسبة لدولة كما الجزائر ولا كما المغرب ولا كما ليبيا ولا كما الدول الأخرى. يعني الشعب التونسي مش على خاطر أنا تونسي طبعا، يعني هذا بالتجربة وبالواقع وبالحقيقة. المسار اللي تبعته تونس من بعد الاستقلال العسكري من فرنسا، خاصة في 20 سنة الأولى، كان قفزة نحو الأمام. التراجع بدأ في آخر حياة بوركيبة عندما تدخلت النهضة. النهضة لو تحاسب على هذا، على ما قامت به في 80s and 90s، أما ما قامت به بعد ما يسمى الانتفاضة يعني يعتبر ضمن اللعبة الديمقراطية. اللي حبيت أقول من الكلام هذا الكل إن أنا أستبشر خيرا رغم معناتها كل ما يقع، وأترقب في مواقف هذه الأحزاب التي قاطعت الاستفتاء ماذا سوف تفعل في عملية الانتخاب. هل سوف تخضع لشروط قيس سعيد تحت دستور يمنحه السلطة الكاملة عليهم، أم سوف يواصلون في المقاطعة؟ هذه نقطة مهمة وأساسية باش نعرفوها من هوني لآخر العام. هذه معناتها لازمكم تفهموها جيدا، هذه هي النقطة المهمة. ومقاطعة الأحزاب المحافظة والتقدمية الانتخابات هو سوف يسرع في سقوط قيس سعيد بأي طريقة كانت، لأن معناتها كان وافقه يعني قيس سعيد يمكن يبقى قد ما يحب في السلطة ويهلك البلاد ويهلك كل اللي تم تأسيسه في تونس من وقت معناتها الاستقلال العسكري عن فرنسا. وطبعا بالنسبة للطبقة التقدمية الحقيقية، لأن عندنا كما قلنا الطبقة التقدمية الموجودة في تونس التي تمثلها الأحزاب الكبيرة وكلها، هي لا تختلف كثير على المحافظين، ما تختلفش كثير يعني في العقلية. بينما بالنسبة للتقدمين الحقيقيين اللي يؤمنوا بتونس متعددة، وأنا عندما نقول معناتها تقدميين حقيقيين لا أتكلم عن الإقصائيين، لأن ليس من المعقول نقصي أي طرف. شنو معناها الديمقراطية؟ الديمقراطية أن كل إنسان مهما كان توجهه، مهما كان أصله فصله، يحمل جنسية تونسية، له الحق كمواطن مهما كان دينه، مهما كان بوه، المكان اللي تولد فيه، مادام يحمل الباسبور التونسي، الجواز السفر التونسي، له حقوق المواطنة. هذه معناتها مسألة واضحة، هذه هي الديمقراطية، هذه هي الحرية الحقيقية.
يعني أنا ملحد، يجب أن يكون لي قنواتي، يجب أن يكون لي الحق في إذاعة، يكون عندي الحق في أماكن تجمع، يكون عندي الحق. يا سيدي ما يهمنيش في الآخرين، الآخرين عندهم جوامعهم، أنا عندي الأماكن بتاعي. مسيحي كيف كيف، يهودي كيف كيف، ربوبي كيف كيف، اللي كان اللي كان اللي كان مهما كان، سواء تجاوز جوهات دينية أو إيديولوجية أو جنسية أو غيرها من الأمور. علاش تونس ما تنجمش ترفع الجميع؟ علاش نحب نرد الناس الكل كيفي؟ أنا ما حاجتيش باش نرد الناس ملحدين، أنا حاجتي أنا كملحد ومن يتفق معي في هذه الأفكار أن يكون لنا موقع في تونس، مكان في تونس. هذا هو شو نطلب، وعندي الحق ننقد الدين، والدين عنده الحق ينقدني، ومنجيوش نعمله لا أنت تعديت على قداسة الدين، لا، حتى واحد ما هو مقدس، التونسي هو المقدس، مش أفكاره هي المقدسة. هذا هو اللي لازم نفهموه في تونس، وهذا شنو بشوقة إلا طبعا لو تواصل الجزائر في دعمها لقيس سعيد، ويمكن تتفق مع الدولة العميقة، فهمت، وخاصة يعني نقابة العمال، وتجبر الأحزاب السياسية اللي موجودة باش تشارك في اللعبة، ونرجع للديكتاتورية معنتها الرسمية لتونس مثل في بقية الدول الشمال إفريقية والشرق أوسطية، سوى ملوك أو رؤساء، وهذا جدا خطير، جدا خطير. ولهذا معنتها بالنسبة لي سوف أواصل الحديث في السياسة في تونس، لأني أؤمن وأعتقد وكل المحللين السياسيين يعتبروا تونس كما قلت ونعاود نقول مختبر لما سوف يقع في بقية الدول. لهذا هنا على الشعب التونسي المسؤولية أن ينجح الديمقراطية وأن ينجح الحرية لكي يثبت للعالم أنه له الحق أن يلتحق بركاب الحضارة الإنسانية. المهم، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على التشجيع، شكرا لكم على التوزيع، واللي يحب معناتها يسمع آرائي الشخصية اللي تسمعها وتاخذها كما تحب انت، يسجل في قناة حركة تغيير شمال افريقيا وفي صفحة الفيسبوك نتاع حركة تغيير شمال افريقيا امكان، وهناك يمكن ان يتابع معناتها رأيي حول ماذا يحدث في تونس وشمال افريقيا والشرق الاوسط. اما الذي لا يهتم بالسياسة اصلا، سوف نواصل في هذه القناة الحديث عن ما يسمى الدين والأديان والمعتقدات وفكرة الرب وغيرها من الأمور. شكرا مرة أخرى على تشجيعكم وتوزيعكم ومشاهدتكم، وبسلامة ومع فيديو قادم. تحياتي.